مشاهدينا اهلا بحضراتكم في نشرة برلمانية جديدة في هذا الصباح. يعقد السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية والمستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات اليوم بمقر وزارة الخارجية مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن الترتيبات والتفاصيل النهائية لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب. وكان سامح شكري وزير الخارجية قد أصدر توجيهاته إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة الالتزام بالحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية المقبلة والإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة. دعت السفارة المصرية في فرنسا أبناء الجالية المصرية للمشاركة بكثافة وبإيجابية في الانتخابات التشريعية التي ستعقد المرحلة الأولى منها بالنسبة للمصريين في الخارج يومي السبت والأحد المقبلين في 17 و18 من أكتوبر. وأفاد بيان أصدرته السفارة بأن عملية التصويت ستتم في مقري السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمرسيليا، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وبأنه إذا وجد عند موعد الإغلاق ناخبون لم يدلوا بأصواتهم فسيتم تحرير كشف بأسمائهم وتستمر العملية الانتخابية حتى ينتهوا من التصويت سواء في النظام الفردي أو القوائم. ونوه البيان بأنه عفوا يحق التصويت في الخارج لكل من اسمه مقيد بالقاعدة العامة لبيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي مبينا بها عنوانه في مصر أو جواز سفر ساري مبين به الرقم القومي والعنوان في مصر بالإضافة إلى إقرار يفيد بأنه مقيم بالخارج. أجرى سفير مصر في ألمانيا الدكتور بدر عبد العاطي لقاء بمقر السفارة المصرية في برلين مع عدد من أعضاء ورموز الجالية المصرية، تناول فيه التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وما تشهده من إنجازات هامة، وعرض بشكل مفصل الإجراءات والقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في الخارج يوم السبت القادم في 17 من أكتوبر. كما استعرض الاستعدادات التي تقوم بها السفارة والاتصالات الجارية مع السلطات الألمانية لتأمين إجراء الانتخابات، وناشد أبناء الجالية بالمشاركة بكثافة وممارسة حقهم الدستوري وضرورة التفاعل مع الحدث والحرص على الإدلاء بأصواتهم للمرور بالاستحقاق الثالث والأخير إلى بر الأمان ودعم عملية التحول الديمقراطي في مصر ومواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل أفضل لمصر. بدأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدورات التدريبية الخاصة بتدريب المراقبين على مجريات العملية الانتخابية، وقد بدأت الفعاليات الأولى بمحافظة القاهرة. ويقوم البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاور الأساسية هي دور منظمات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية ومراقبة الانتخابات ومدى أهميتها للمجتمع وحقوق وواجبات المراقب وسلوكياته، وكذلك حقوق المرشح والمواطن والقائم على إدارة العملية الانتخابية وكيفية إعداد وكتابة تقارير مراقبة الانتخابات مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. تقدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ عام 95 وحتى الآن، وأصدرت دليلا تدريبيا لمتابعي الانتخابات البرلمانية 2015 يحتوي على مبادئ سلوك المتابعة أثناء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. وصلنا إلى نهاية أخبارنا في نشرتنا البرلمانية لهذا اليوم، وفقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل. We'll be right back.